في سؤال خاص في البداية للكابتن محمد يوسف. كابتن محمد يوسف بيقول لك، بعد احد الزملاء بيقول لحضرتك، بعد اعلان قائمة الاهلي امبارح، هل هناك لاعبين سيتم بيعهم او اعارتهم في الفترة اللي جاية؟ طبعا احنا من اول يوم طبعا كان في تواصل مع لجنه الكوره، والرؤيه اللي احنا اشتغلنا بيها وتاني بكررها، احنا كجهاز فني حاليا احنا ما عندناش اي نيه خالص لبيع اي لاعب، وانا اعلنتها قبل كده وقلت ان احنا هدفنا الاول هو هدف كبير جدا محطوط قصادنا، هو بطوله افريقيا. ونفس الموقف اللي احنا فيه ده حصل قبل كده في 2013، بننهي موسم وداخلين على بطولة افريقيا برضو، فبأكد تاني برضو المرة دي احنا هدفنا بطولة افريقيا، وبالتالي لابد ان انا احافظ على العناصر اللي عندي بشكل كامل، ويبقى كل تركيزي حاليا هو البطولة، بطولة افريقيا، ده الهدف بتاعنا الاساسي. ومن هنا طبعا لابد ان انا احافظ على الليسته بتاعتي او القائمه بتاعتي. اما في بعد كده مستقبلا ما يتراءى للجهاز في المستقبل، ده وارد لاي حاجه، لكن انا بتكلم حاليا احنا ما عندناش اي نيه لبيع اي لاعب خلال المعسكر، من خلال بعد كده عندنا داخلين هنرجع على مباراه افريقيا 17 تاون شيب، ثم بعد كده العوده تاون شيب في بوتسوانا 28، فاحنا متمسكين بجميع لاعبينا وكل تركيزنا في المعسكر القادم اللي هو هيبدا بكره ان شاء الله، هو ان احنا نحقق اكبر قدر من الاستفاده على اساس ان احنا نخش في الاجواء ونبقى جاهزين ان شاء الله على المباراه الاولى بتاعت افريقيا اللي هي يوم 17 في برج العرب ان شاء الله.